في موضوع ثاني نسبة لعقد الاستشاري. أيوة هذه سي اون بير اونغولار. خاطر ريتك الخيط جبد خيطة. حكاية جبد حكاية. شو لقينا سيدي؟ لقينا العقد نتاع أوريدو مع الجامعة. أوريدو في تونس. مساغة الاتصالات نقولوا ما غير تسميوها باش. علاش ما نسميوش؟ علاش؟ يا أخي يا أخي سمحني. كنت تعدى بعد شوية للكاسة في إكسبريس تخلصنا خويا مش لا لا سمحني قول لما كنا بنكتب عشان نجيبوه. ولا عندي لي بيب في اسمي. لا العقد موجود بين الفيدراسيون التونسيان دو فوتبول و أوريدو. باهي. أوريدو في تونس. الفيدراسيون في تونس. في العقد ثم شركة اسمها إنسايد ميديا. هي اللي قامت بالعقد. علاش؟ فاش قام؟ العقد قيمته مليارات ونص. قداش خذيت انسايد ميديا؟ ما ثماش ما نعرفوش. علاش تاخذ فيه؟ انت عايش نزيدك لهنا خلينا نناقشك شويه هنا. لا نكملك نحكي على العقد وبعد ندخل في نقاش العقد تسمح. الفصل 10 في العقد يقول لك هذه لازمها تقعد سريه جدا وحتى حد ما يسمع بها وحتى حد ما تخرج. علاش واخذ بها في الدراك وتعمل في عقد استشاري وانت مش القصه؟ كي تجي تشوف من بعد تلقى السيد اللي صحح من جهه اوريدو في العقد اطرد من بعد من اوريدو هو مجموعة اخرين على خلفيه العقد هذا. كي تجي تشوف الشركة هذه انسايد ميديا شكون مولاه؟ تلقاه سي سهيل التركي. شكون سهيل التركي هذا؟ خيط جبد خيط. تلقاه عامل مغرب ميديا وكل افار فيها المنتخب الوطني وفيها كورة وفيها كذا هو ماخذها وتبدا الشكوك. تلقى الشركة هذه انسايد ميديا من بعد ما اخذت العقد هذا على كل العمل نتاعها قضيت الفلوس تاع الكونترات هذا ما نعرفوش قداش ولازم نعرفو قداش خاطر اش خدمت هي؟ اش عملت؟ انا بلغني انه 500 مليون. انا قاعد نثبت. اش خدمته مو لاباس؟ وجا لقى سي سهيل التركي هذا في كل حاجه فيها في الداخل او في البر ماخذها هو مع الجامعه وحل شركه منا وشركه من غاديك وياخذ الكونترا ويسكرها بدينا نقربوا والناس كل كلمتني حتى المختصين في الرياضه قالوا اذا كانت نجم تفرك الدوسي هذايا نتاع سهيل التركي حليت الدوسي فساد كبير في الرياضه التونسيه وساهمت في تنظيف الرياضه التونسيه. انا نقول لك ممكن تخوض كم سكوب. انا طلبت موعد ولقاء مع المدير العام لأوريدو تونس وما عنده حتى اجباريه باش يستقبلني خاطر مؤسسه خاصه معناها كان جات وزاره نمشي للوزير بحكم المهام تاعي لكن طلبت مقابله رسميه نتاعي معاه باش نحاول نشوف لونكات اللي عملتها اريد الدوحه باش طردت الناس هذوك على خلفيه العقد هذايا خلينا نفهموها خلي يعاونونا معناها الدوحه تبدا تعبيت في بخصوص مديرين سامين اريد تونس اللي صحح في العقد هذاك طرد بخصوص العقد هذا بخصوص هذا ما بلغ علاش ثم الاخلالات جوست انا ما عنديش الاخلالات فما فرق بين هذا البلاغ الا مؤكد لا 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 شوف انا جوست انا علاش طلب مقابله رئيس المدير العام باش تستوعب احمد باش نقول له اعطينا نسخه من الانكيت اذا كان امكنه خلينا نفهم خويا اذا كان ثم لقيتوا انتم حاجه علاش خليوا جونغرين في الرياضه نتاعنا؟ خلي اريد تكون رافعه الراي نتاع الحكم الرشيده ورافعه انها الراي انها ما تسمحش باي نوع من انواع التداخل او الفساد، اذا انتم طردتوا علاش احنا اذا الجزء نتاعكم انتم نظفتوا رواحكم؟ خلينا ننظفوا رواحنا حتى احنا. علاش ونطلب منه باش ما تكونش اريد شريكه في امر ينجم يكون مخل، هذا نثبتوا سيدي. فاذا كان استقبلني كما قلت لك ما عنده حتى اوبليغاسيون معناها انا كنائب نجم ندز الباب على اي وزير في اي وقت، هذيك من نطاق الخدمه نتاعي، لكن هذه مؤسسه خاصه ما عندها حتى سلطه، طلبت تفضلا اذا كان يحب يستقبلني او يحب يتراسل معايا ولا كان عنده محامي خلينا نشوف الموضوع هذا. كما نبني على كلام ياسين فيما يخص المزودين اون جينيرال، احنا في القضيه اللي رفعناها في ازياء المنتخب الوطني اللي لاحظناه انه الجامعه دخلت من اجل انها تحول صيغه عقد تجاري قيمته 850,000 دينار مع المستشهر نتاعهم تاع الازياء وقالت راهي جايه في شكل هبه. الرفض تم على اساس انه لا يا جماعه هذا مش هبه هذا عقد تجاري لا يخضع الى الاعفاء الجبائي. ايش تعمل الجامعه؟ تمشي تتجاوز وزاره الشباب والرياضه تمشي للديوان التونسي من اجل الحصول على الاعفاء الجبائي للمشغل هذا وتحصلت عليه بطرق ملتويه وذلك علاش احنا رافعين التقرير هذا وكلمه ملتويه هو تقرير الكلمة استعملها تقرير وزارة الرياضة في الموضوع هذا. اش معناها ملتوي؟ معناها هما التوام ما يعرفوش هذيك اش رافعين القضية احنا كيفاش؟ دونك أنت فما العادي أنه فما لجنة تلتئم وهي تقدم الإعفاء ولا الامتياز تاع الإعفاء الجبائي هذايا رفضت لك الإعفاء قالت لك ما نعطيكش ما تسحقش خاطر عقد تجاري يا أخي تحصلوا الأكثر من هكا سوء النية تاع الجامعة أنه وقت اللي مشى وزارة المالية وفاتوا وزارة الشباب والرياضة عطاوا فاتورة ثانية دونك يجيو يشوفوا يلقاو زوز أرقام تاع فاتورات مختلفين فبالتالي الاشكال عندي انا ديما هو في المزودين نزيدوا عليها ماتش وورد مثلا اللي هو الشركه اللي تنظم في مباريات وديه تاع المنتخب لحد اللحظه هذه ما نعرفوا حتى شيء الاسم نتذكروا ياسين تو نلقاه يتكرر مره اخرى في ماتش وورد وتنفيذ ولا خلينا نقولوا المارشي نتاع تنظيم مقابلات التحضيريه لكاس العالم فديما كل ما نلقاه فما مزود في تقرير ثاني مش اللي نشرناه تقرير ثاني ايش يقولوا؟ يقولوا راهو رغم كفاءة أعضاء المكتب الجامعي إلا لاحظنا أنه سهو في
في ازداء الصفقات، والصفقات مشيت الناس ما يستحقوهمش. هذيك اللي وزاره الماليه انه ما فماش في الجامعه سنه واضحه نتاع طلب العروض نتاع الاستشارات. وقت اللي هو مشاش نحكيو على الفارماسي نتاع المحمديه، كان عملت استشاره انت على الاقل، خاطر الادويه سعرها واحد معناها مسعره كيف كابت الدواء هوني غادي كيف كيف، عملت شي استشاره علاش هذوما كلهم حاجات ماهوش موجودين. فبالتالي كي نحكيو على الحاجات هذوما راهو سيدو ديال الجري، ونتمنى الكرونيكور المره الجايه معناها يكونوا مطلعين اكثر، انه ما تجيش تقول لي هاو الوثائق، وثائق تقرا فيها منتي نجم يكون مصور ميكي ماوس ويلو المصلين الوثائق اللي حكاها وديع الجري كل ويلو المصلين يجي يحكي لك نص حكايه غلط في الناس، وكي تحصل يقول لك انا خاطرني من هنا وانت خاطر ليه وخاطر فما فرق بين انك انت بعد تقرير الرقابه تجي نحل الوكيل الجمهوريه حكايه، وانه اعطوني توصيات وقالوا لي حسن حكايه اخرى مختلفين، خاطر الزوز صاروا في الحاجات اللي تنجم تتحسن قالوا لك حسن وهاو شو لازمك تعمل، وفي الجرائم فما في التقرير الاولاني قال لك راهو اكثر حتى نص الحاله، وفي الثاني هو من العادي تبدا فما اخلالات، ما نعرفش قانونيا شكون عنده فكره في منكم تبدا فما اخلالات شنو يصير بعد التقرير هذاك؟ قضيه تقرير الجريمه ولا يجتمع كيفها يقول لك وقفت الحكايه ما مشاتش للمحكمه لا مشيت ورقدت مشيت نحكي لك انا من الاول واضح مشيت للمحكمه ورقدت من 2017 الدوسي رقد شكون نجم يتحرك؟ شكون نجم يتحرك وديع الجريمه؟ علاش قلت لك انا طلبت من السيد وزير العدل انه كلف تفقدي؟ معقول من 2017 قضيه رقده؟ قبلك حبيت نناقشك ما خليتش نقص عليك في موضوع الشركه الوسيط، نجم يقول لك انا عندي شركه نتعامل معاها تجيب لي هي عقود استشهار وتاخذ بورسنتاج نتاعي. لا جوستومون بورسنتاج قداش؟ مقابل ايش؟ علاش كان في العقد هذا؟ علاش كان الشركه هذه؟ عملتها بيل دوفرنت قلت شكون يجيب لي عقد استشهار؟ حليت ظروف استشرت شركات اخرين، علاش ديما الشخص هذايا؟ علاش ديما سهيل الترك هذايا وين نمشيو نلقاوه في كل اللي تعمل فيه انت الكل؟ قانونيا لازم يكون بيل دوفر هذا السؤال المطروح، واي نجم يقول لك انا حتى ما يمنعني نمشي اكس ولا ايكغريك. فما رد سابق سيد ديال الجري واللي تراجع عليه قال انا خويا مش خاضع للدوله التونسيه ومانيش هيكل عمومي وما نعملش كل حب هي مش صحيحه وهو تراجع عليها قال لا وغيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه خي الجامعه التونسيه تولدت مواضيع الجري ما هو عندها تو قبل بن علي يقول لك ما تاخذ كان شركه عموميه المستشهر ديما يكون شركه عموميه كان فرضها وما عندوش موجب قانوني به اسكو هو اول عقد ما الجامعه صحت عقود اخرى بالضبط وغيره معناها من العقود لكن ديما عقود سيد وديع الجري كما بث اللايف وقتها وحقوق البث نتاع الانترنت وستريمينغ صار فيها بوليميك الازياء صار فيها بوليميك فبالتالي معناها قانونيا لازم يكون فما ابل دوفر هكذا قتل وزاره الماليه واضح قتل لازم تعمل استشاره وطلب عروض هذوما اللي هو مش خلصتها يا اخي سامحني عقد زوموز مليارات ونص شنو المانع كي حطيناه نقولوا قداش خلصت خلينا نفهم علاش او وين نجم يكون الشك هو نجم تكون شبهات دي يبحث في قضيه تحقيق هو مش محطوط قداش جوستما وحاطين في البند العاشر كما قلت لك نشرتها الاتفاقيه سريه جدا وما يلزمكش تخرجها الا بعد عامين وحتى حد ما يخرجها الا نفقوا على زوز يا اخي تبيع في الدراج وتعمل في عقد استشهار في الامر هذيك اللونجل اللي نخدم عليه تو وراه شوف الحكايه تجي افيرا ميجور لما قلت باش نخدم على وديع الجري ما عندك كما قلت لك ما عندك حتى فكره قداش عباد تجيب لي في ملفات وكدست الملفات وزيني نفرس تو معناها عندي مشكله نتاع الفرز لكن احنا مربوطين باجال اجال انطلاق البطوله يلزم نلقاو حل للهلال الشابه قبل ما